تحفه جوه النادي الاهلي ان انت بعد المباراه كنت انت والكابتن حسام عاشور بتسجله. كابتن حسام عاشور كان متاثر جدا، وبالرغم انه ما لعبش لكنه يعني كان بيتكلم عليك بشكل كويس جدا وبيتكلم على كل زمايله، وده دور القائد بره وجوه الملعب. كابتن حسام عاشور عارف ان هو بالنسبه لك حاجه كبيره قوي. فانا يعني عايز اعرف بقى كابتن حسام عاشور بالنسبه لحمدي فتحي، يعني ازاي حمدي بيفكر في الكابتن حسام عاشور؟ بص يا عمر، انا بالنسبه لي انا بحب الكابتن حسام عاشور جدا. اللي ما حدش يعرفه ان انا في التمرين بفضل اتفرج عليه، ده ما حدش يعرفه، يعني بيعمل ايه، تحركاته ازاي، بيوسع على نفسه ازاي وبيستلم، الحاجات دي كلها ما حدش يعرفها. بس على المستوى الشخصي كمان شخصيه محترمه جدا، وهو بيحبني جدا وانا عارف يعني، وانا بصراحه انا بحبه جدا يعني وبحترمه يعني. صالح جمعه عايز اعرف، يعني اكيد صالح من اللعيبه اللي عندها مهاره عاليه جدا، لكن صالح يعني انا عارف ان انت برضو ايه، يعني في علاقه بينك وبينه لعيب كبير جدا صالح. صالح رايك فيه؟ من احسن لعيبه في مصر يعني. صالح ودمه خفيف قوي. انا على المستوى الشخصي بحبه برضه. طيب تعال نشوف كابتن حسام عاشور.